الو، ايوه يا فندم. تليفون عشانك يا بابا. مين يا عاطف؟ شيل، بلاش قوي. ايوه يا فندم. تليفون عشانك يا بابا. مين يا عاطف؟ واحده ست. ست، اتفضل. الو، يا ترى فاكر صوت مين ده؟ ايوه، الشقه لسه في التشطيب. شقة ايه اللي بتكلمني عليها؟ شغل. انت طيبة. اعتقد انت اللي ممكن تدينا تفاصيل اكتر عن المسلسل. لا، هو في الحقيقة انا اول مرة اشتغل في الاذاعة، بس مش هقول حاجة خالص. يعني خايفة المسلسل؟ لا، انا خايفة من الدور اصلا. طب قولي لي دورك. انا سامعة كده في جزء من البروفا بابا بيندهلك وبيقول لك ماما اتقتلت وانت مش عارفة صاحية من النوم. انت لا، ما حصلش. احنا صورناه زعلان. لا، هو انا بنت جماعية و بنت الاستاذ فريد شوقي، وعايشه في صراع كده وبس. صراع بينتهي على كويس ولا وحش؟ كويس.